اختلال موازين القوى وفي ظل الانحطاط السياسي والاقتصادي كانت شروط التغلغل الاستعماري قد اكتملت. التوقيع على معاهدة الحماية بأبعاده الاستفزازية سنة 1912 فجر حالة ثورية في مختلف مناطق المغرب. منازلة الجيش الفرنسي في الأطلس الكبير والأطلس المتوسط وتافيلات وأيت عطا وغيرها من المناطق دفعت الطلائع الأولى من رجال المقاومة المسلحة إلى خوض معارك ارتعدت لها فرائس الفرنسيين. في الريف الذي اندلعت فيه شرارة حرب تحريرية قاد عبد الكريم الخطابي سلسلة من المعارك الضارية ضد جحافل الجيش الإسباني، توجت بانتصار متعدد الدلالات في معركة أنوان. لكن تحالف القوى الاستعمارية الفرنسية والإسبانية حال دون تحقيق الأهداف والتطلعات التي كانت تحدو عبد الكريم الخطابي. هزيمة حرب الريف شكلت منعطفا هاما في التاريخ السياسي للمغرب. النخبة الحضرية عندما تبين لها مأزق الرهان العسكري رهنت على الخيار السياسي. في هذا المنزل الذي يعبق برائحة الماضي كان أول لقاء مع العالم. هنا ولد أحمد بلفريج يوم 5 يوتيمبر 1908، وهنا استنشق الدفعة الأولى من هواء الوطن وتسربت عبر مسامات جلده وخزات الاستعمار. غابت عنه صورة الأب في وقت مبكر فتولاه خاله محمد قسوس. المهدي بنونة ابن الحاج عبد السلام بنونة رائد الحركة الوطنية في الشمال وكب مراحل أساسية من تاريخ المغرب الحرج. كان من أبرز الوجوه القيادية في حزب الإصلاح الوطني في المنطقة الشمالية. بادر إلى تأسيس وكالة المغرب العربي للأنباء كشركة خاصة، وقبل ذلك كان من العناصر الديناميكية في مكتب المغرب بنيويورك. وهناك عايش عن قرب أحمد بلفريج، حافظت ذاكرته على لقطات ومواقف هي من صنع الأحداث والملابسات. أولا الحاج أحمد بلفريج وجمع من أصدقائه منذ سنة 27، يعني بعد انتهاء حرب الريف، ابتدأوا في تكوين خلايا وطنية لا يمكن أن نسميها أحزاب أو هيئات، ولكن هي خلايا موجودة. وكانت أولى هذه الخلايا قد أنشئت في الرباط، وأمامي هنا صورة لهذه الخلية الأولى، حيث نرى من بين أعضائها الحاج حمد بلفريج، الحاج محمد بن نونا وغيرهم الموجودين في ذلك الوقت. علاقة أحمد بلفريج بالحركة الوطنية في شمال المغرب تعود إلى لحظات انبثاق الوعي السياسي المبكر لهذا الرجل. الرسائل المتبادلة بينه وبين أصدقائه في تطوان ومنهم الحاج عبد السلام بن نونة تؤكد هذه الحقيقة. وتوططت الصلات بين بلفريج وثلة من الوطنيين في الشمال عندما زار الأمير شكيب أرسلان مدينة تطوان سنة 1930. وغداة قيام الحكم الجمهوري في إسبانيا في أوائل الثلاثينات ساهم بلفريج من موقعه في صياغة دفتر المطالب الوطنية في الشمال لتقديمها للحكومة الإسبانية. وحينما انتقل أحمد بلفريج إلى القاهرة مثلا، في هذا الكتاب عن والدي مجموعة من رسائل الحاج أحمد بلفريج في سنة 28، حيث كان يهتم حينئذ والدي بمستقبل هذا الطالب ودراساته وما إلى ذلك. ثم انتقل إلى باريس إلى السوربون، استمرت العلاقة بل توثقت أكثر، وتوثقت لأن الظروف كانت تزداد حرجا، ولأن شخصا هاما وكبيرا مرشدا للحركة الوطنية في البلاد العربية كلها وفي المغرب العربي على الخصوص الأمير شكيب أرسلان كان يقيم في جنيف، وكان على اتصال بوالدي وشبك والدي الصلة مع أحمد بلفريج، فنجد مراسلات
أحمد بلافريج معهما كثيرة، وكان فيها توجيهه للعمل. تحمل أحمد بلافريج مسؤوليات في إطار جمعية الطلبة المغاربة في فرنسا، وشارك في إنشاء جمعية إسلامية إسبانية كان الهدف منها خلق تقارب بين المسلمين وإسبانيا. الظهير البربري أثار موجة من السخط العارم وحرك الأقلام داخل المغرب وخارجه، كما كان الشأن في الصحافة المصرية التي نشرت مقالات تفضح الأبعاد الخطيرة لسياسة التجزئة، وكان بلافريج هو كاتب تلك المقالات. هذا دور مهم وخطير قام به بلافريج في ذلك الوقت وهو ما زال في سن 23 سنة. سنة فيما بعد، سنتين فيما بعد، سنة 32، فكر الأمير شاكب أرسلان رحمه الله أن أحمد بلافريج مؤهل لإصدار مجلة، وذلك لأن أحمد بلافريج كان يساهم بكتابات في مجلة لا ناسيون أراب الشهرية التي كان يصدرها الأمير شاكب أرسلان والسيد إحسان الجابري في جنيف، وكانت تهتم بقضايا العالم الإسلامي في بجميع نواحيه، وكان بلافريج يساهم فيها، فرأوا فيه الشخص اللائق لإصدار مجلة مختصة بقضايا المغرب وسميت مجلة مغرب. ولكن كيف لأحمد بلافريج أن يصدر مجلة في باريس؟ هذا لم يكن ممكنا لأي مغربي، ولذلك استعانوا بروبير جان لونغي ابن النائب جان لونغي المعروف المشهور الاشتراكي وحفيد كارل ماركس، وأصدروا هذه المجلة، وكان يتعاون فيها بالخصوص أحمد بلافريج ومحمد بن الحسن الوزاني. احتاجت الحركة الوطنية إلى منبر لترويج أفكارها في الخارج وكسب الرأي العام الأوروبي. الوثائق المتبادلة بين الحاج عبد السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان وأحمد بلافريج والحاج أحمد مكوار تشير إلى الاستعدادات المعنوية والمادية التي كانت جارية على قدم وساق لإصدار مجلة مغرب. افتتاحية في العدد الأول كتبها جان لونغي، تليها افتتاحية ثانية بإمضاء المغربي وهو إمضاء الحاج أحمد بلافريج. في هذه الافتتاحية يتحدث بلافريج عن الغاية من إنشاء المجلة، ويقول بالضبط إننا أنشأنا هذه المجلة لكي يعرف الفرنسيون أن المغرب ليس فيه فقط المعادن، وليس فيه فقط اليد العاملة الرخيصة، أو ليس فيه فقط أولئك الشعب الذي يتمرد أحيانا، بل أنشأناها لكي يشعر الفرنسيون أن في المغرب هناك بشر. ويقول أجل إننا نريد أن تستمر عملية تحديث بلادنا، ونحن على استعداد لاقتباس ما هو جميل وسامي في الثقافة الغربية الحديثة، ولكننا نتمسك في نفس الوقت بتاريخنا وبتقاليدنا، ولن نتخلى عن الشعلة القوية التي زرعها الإسلام إلى الأبد في قلب بلاد البربر لكي تنطفئ. وإذا كان التحديث سيكلفنا التضحية بشخصيتنا الخاصة فمن الطبيعي أننا لا نقبله. وباختصار فإننا نريد أن نكون عصريين ونحافظ في نفس الوقت على شخصيتنا. هذه الفقرة تبين أن النقاش مع أوروبا كان في منتهى الكفاءة وبمنتهى المقدرة. مجلة مغرب أزعجت سلطات الحماية وحركت الهمم والمشاعر الوطنية في الداخل والخارج، واستقطبت أقلام كتاب أحرار من فرنسا وإسبانيا. منذ أن كان شاباً يافعاً رهن أحمد بلافريج على المسألة التربوية. مواجهة المستقبل تعني في قاموس بلافريج الإعداد السليم لمواطن قادر على تحمل المسؤولية والإسهام بفعالية في تنمية بلاده. ومن هذا المنطلق أنشأ مدرسة محمد قسوس نسبة إلى خاله. حرصت مناهج التعليم المتبعة في مدرسة قسوس
على إيلاء الأهمية للطفل، ولعل الآلاف من الأطر والكفاءات مدينون بالشيء الكثير لهذه المعلمة الرائدة. دخلت أنا في في 36 وتضفت مع الأستاذ رحمه الله الحاج حمد حارس عام في المدرسة، وأنه بعتنوا عليه فاش يقولوا في الغياب ديالو لما تيكون شيء. وكان عندنا القسم الداخلي في المدرسة في واحد عدد ديال التلاميذ ديك الساعة، وكنت أنا مشرف على ذاك القسم الداخلي، وأستاذ دائما يزورنا كل يوم في الصباح وفي العشي وفي الفجر عند استيقاظ التلاميذ، تيجي باش يشوفهم واش نوقفوا حنا باش يقولوا اش يقولوا، وعند اكل تيجي يراقبهم وتيشوف. وكان يعتني بالتلاميذ اكثر من كل حاجه، تيقول لك التلاميذ تيخصهم تهلاو فيهم، وما يمكنش تعملوا مسائل اللي هي يعني ضرب الصحه ديالهم ولا شي حاجه باش ما يكونش سوء تغذيه ولا يكون شي يقولوا، حتى الى ما استطعنا باش نفقوا عليهم نسلفوا باش نفقوا وما نضيعوش ولاد الناس. مدرسة محمد جاسوس لم تنحرف عن الخط الذي رسمه لها أحمد بلفريج. العناية بالأطفال والسهر على تكوينهم مسؤولية تربوية وأمانة ورسالة مقدسة. طوال الأيام التي كنا نعيشها في رباط كان الحديث عن حشمة بلفريج حديثا تتأرج به المجالس، الحديث عن حشمة بلفريج، الحديث عن مدرسة حشمة بلفريج. وذات يوم لم أشعر إلا وأنا مع والدي وصحبة عمي الحاج حمد التازي في زيارة مدرسات بلفريج التي كانت تحمل وما تزال مدرسات محمد كسوس. كنت أتصور الحاج حمد بلفريج، لا أخفيكم ذلك، أنني سأرى رجلا معمما، سأرى رجلا ملتحيا، رجلا متقدم السن، وإذا بي أجد نفسي أمام شاب في عنفوان الشباب. وإن نسيت فما نسيت سؤالا ألقي علي، وكان سؤالا له أثر كبير على حياتي القابلة. سأل والدي هل إن المدارس معطلة بفاس، لأننا زرنا المدرسة 7 أكتوبر ومن المفروض أن تكون المدارس في فاس مفتوحة، ونتيجة لذلك من المفروض أن أبقى في فاس في مدرستي ولا أقوم برحلة سياحية في ذلك الوقت. والدي أخذ يعتذر بأنه نظرا لكوننا نريد زيارة الرباط حاولنا أن نصحبه معنا، وقد طلبنا الرخصة من مدير المدرسة. سأل الحاج حمد بلفريج من هو مدير المدرسة، قلنا سي بوشتا الجامعي، سي بوشتا الجامعي هو والد خالد الجامعي، والمدرسة اسمها قلنا مدرسة النجاح. قالوا هل أذن لكم بأن تغادروا المدرسة في هذه الظروف؟ وقام الحاج حمد بلفريج رحمة الله عليه بعملية أمامي ربط بين سبابتيه وإبهامه، وقال لي إن الدروس مثل حلقات السلسلة، إذا انفكت حلقة فإن الحلقات الأخرى تضيع. بين أحمد بلفريج ومدينة طنجة مساحة من العشق وميثاق سري يصعب ضبط بنوده. اكتشفها مدينة هادئة وفضاء مغريا منذ أن كان يعبرها في اتجاه فرنسا لمتابعة دراسته والقيام بحملاته السياسية لصالح المغرب. علال التفوف امتهن فن التصوير منذ سنة 1938. صوره التي لا تخلو من حس إبداعي أرخت لمدينة طنجة، وجزء كبير منها تمحور حول أحمد بلفريج. يعني الحاج أحمد ما يتخلفسي، ما يتخلفسي بزاف، لأن الناس كان عندهم عزيز هو بزاف بزاف، لأن الرجل كان متواضع وصعبي، متواضع وصعبي، لأن ما عندوش بين الغني وبين المسكين، وربما المسكين كان يحبه أكثر من الغني، هذه اللي كانت فيه مزيانة. وعاش في طنجة فوق الجهد، لأن جوز حياته كاملة هنايا، من بعد مسكن سويسرا لأنه كان مريض مسكين، كان يمشي لسويسرا للدواء. بين المكان والمكان متاعب ومعاناة، وللجسم طاقة محدودة. خلال الشتاء 1937 و38 أصيب أحمد بلفريج بمرض السل الذي نخر جسمه.
في سويسرا وبعيدا عن أجواء الأسرة كانت المحنة أكثر درامية، لكن القدر كان حليفه، إذ وجد الأمير شكيب أرسلان واقفا إلى جنبه بكل العطف الأبوي. وبعد هذه الأزمة عاد إلى المغرب ليستأنف مشواره النضالي. تحت وطأة الضغوط التي كانت تمارسها سلطات الحماية الفرنسية وبفعل مخلفات المرض، كان أحمد بلافريج ينتقل بين مدن الشمال بحثا عن الراحة. هنا بالقصر الكبير قضى فترة من الزمن عند صديقي عبد السلام حسيسن. أخو كان كيتكلم في الموضوع، يعني كان كيتكلم يعني مسائل اللي هي معقولة وكذا. وبقينا في ذاك الحالة، مرة كنخرجوا نزايه معاه باش كيتأنى شوية مع بعض الإخوان في القصر، كتاكموتي، كان كأحمد ولد القايد طابور، كان ناظر الأحداث أحمد الجباري وغيرهم وغيرهم، كيجيون عندنا نطنج القصر، وكان نعبيوه حفلات على برا كذا. وبقى ديك المدة كاملة حتى لدرجة أن كنت نعطيه الصلاة ديالي، وأنا كنهبط لواحد بيت ننعس وشارك معاه الراديو، خيط الراديو كنديه له باش ملي كيفتح هو الراديو كنكون أنا كنسمع. أهو كيبقى الليل كامل كيتصنت على الإذاعات في الخارج. طنجة كان مصطفى الخمال واحد من الوطنيين الذين كان يقضي معهم أحمد بلافريج أوقات يطبعها السمر والفكاهة. ذات مرة اطلع مصطفى الخمال بمهمة إرسال مبلغ مالي إلى بلافريج عندما كان في سويسرا، ونجح في ذلك رغم أن البنوك في طنجة رفضت قبول العملية. وبدينا كنجمعوا تما جميعا، كنتونسوا مع سيدي الحاج حمد بلافريج، كان توريس عبد القادر المدن، عبد الرحمن دنقاي، مختار الوسيني رحمهم الله، هادو كاملين، هذا بن شقرون ولا بن حسين وزي عبد الله قنون. أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية كان أحمد بلافريج يتابع تفاصيل المعارك عن كثب مباشرة من سويسرا، ويقوم بالاتصالات والاستطلاعات الحذرة لاقتناص الوقت المناسب للقيام بمهمة ما. حاولت الحركة الوطنية سبر أغوار دول المحور، وفد انضم إليه أحمد بلافريج سافر إلى برلين، لكن الألمان لم يظهروا أي استعداد لبحث مستقبل دول شمال أفريقيا، فهم آثروا أن يتركوا مصيرها لحليفهم الاستراتيجي إيطاليا. شعر أحمد بلافريج بخيبة أمل كبيرة وعاد إلى منطقة الحماية الإسبانية ليمكث بها فترة من الوقت تفاديا للوقوع في فخ السلطات الاستعمارية الفرنسية. عبد السلام اللفت الذي تعرف على أحمد بلافريج منذ الثلاثينات كان مصدر الفكاهة والتسلية، كما لعب دورا مهما في مقاومة الظهير البربري. الحاج أحمد مشى لفرنسا يعرف النوايا ديال فرنسا واتجاه فرنسا أو ألمانيا حول المغرب، لأن كنت من الصعوين مشيت للألمان شنو الاتجاه ديالو. ذاك الساعة الحاج أحمد عرف يعرف وقال الألمان لا يوجد فيه خيرا، احنا غادي يدفعونا للطليان، حنا دابا في هذه الساعه نوضوا نحاربوا ونكافحوا على بلادنا. هذا الحاج احمد ما كاين لا المان ولا طليان، وكما على الناس تلبسوا لنا راه خالين الدين من هذا الشيء اللي كاين. هما بعد ما يستعمر فرنسا من المانيا ولا بحد المانيا راه غادي يدفعونا للطليان. كان احمد بلافريج اول من اخبر قاده الحزب الوطني بحقيقه الاوضاع العالميه، واستنتج أن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر في الحرب. ما كتبه مثلا ضد النازية احنا شيء غريب حقيقة، قرأ في ذلك الوقت أنه يقول نحن نعتز بثقافة الألمان
ونعتز برجال الفكر في ألمانيا، ولكننا ضد النازية التي تقول بالتفرقة بين الجنسين. وكان يقول أهلا وسهلا لكل من يحاول أن يجذبنا إليه عن طريق الديمقراطية وعن طريق الحق، ولكننا لسنا بمستعدين لأن ننجذب إلى قوم يهددون بالقوة وبالعنف لنصبح معهم. قبل دخول الولايات المتحدة إلى الحرب، وبالضبط في أبريل سنة 1941، صدر الميثاق الأطلسي من طرف الرئيس الأمريكي روزفلت وونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني. الميثاق الأطلسي أقر لأول مرة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الحدث كان يعني وقتئذ انقلابا جذريا في العلاقات الدولية. بعد عودة أحمد بلفريج من طنجة إلى الرباط سنة 1942، صادف انعقاد مؤتمر أنفا الذي التأم فيه روزفلت وتشرشل في الدار البيضاء 6 يناير 1943. هذا المؤتمر شكل تحولا كبيرا في مجرى التاريخ. روزفلت وعد المغرب بتأييد مطالبه العادلة، وهذا ما أصاب تشرشل ونوغيس بموجة من الغضب والضيق. هنا بفاس كان يقطن الحاج أحمد مكوار الذي نسق معه أحمد بلفريج المواقف والرؤى لإعداد وثيقة المطالبة بالاستقلال، سيما وأن المناخ الدولي عرف متغيرات ملموسة وأن الفرصة باتت مواتية لإحداث نقطة نوعية في العمل الوطني. فعلا إنه المركز الثقافي الصيني، هذا ما تدل عليه الصورة، حدث هذا الآن، لكن هوية المكان تنطوي على حقائق أخرى. من هنا انطلق الوفود العارضة، خرجوا من هذا الدار باش يقدموا الوثيقة للمطالبة بالاستقلال. مباشرة بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، اهتجت سلطات الحماية الفرنسية فأطلقت العنان لحملات الاعتقال والمداهمة. الوجوه البارزة في حزب الاستقلال شملتها موجة الاعتقال، كان ذلك يوم 29 يناير 1944. الجماهير المتعطشة للحرية ردت على هذا الإجراء القمعي بتفجير المظاهرات في الرباط وسلا وفاس والدار البيضاء وغيرها. الجيش الفرنسي اختار لغة الرصاص فتفنن في ارتكاب حمامات الدم واقتراف المجازر الرهيبة. سقط عشرات الشهداء في ساحة الشرف، أحداث ستظل عالقة بذاكرة التاريخ والأرض والشعب. بالفعل زجت السلطات الاستعمارية بأحمد بلفريج في سجن لعلو بالرباط. هنا في هذه القلعة الإسمنتية استنطق بلفريج استنطاقا عسيرا، كان يعرف أن ضريبة النضال مكلفة. بعد ذلك تقرر نفيه إلى كورسيكا. حتى واحد النهار هذا المهدي بن بركة كان تما تاهو مقبوط في الشبير، وتما قال السي محمد لمن تجيب الماكله؟ قال له للخاي. قال له ودي خاك فين؟ وراه في كرسيكا، سير علمهم راها شنو راه داو. ايوا فعلا عاد علمهم داك الشيء، ما بقينا نديو لا ماكله ولا شيء. حتى ديك الوقت بدا يجري السي محمد الله يرحمه بالنعمه السريح وداك الشيء، مشينا عند الكرسيكا. ايوا حتى وصلنا في الكارزيز، ديك المدينه سميتها كارزيز فاش كان الله يرحمه. وتما فاش استقبلونا وداونا لعندو، صبنا مسكين في واحد الدار بحال البراكه غير الخشب، تتزطمي تقول الارض تطيح بك. وفعلا بقى السي محمد بنان تيجري ويجري وداك الشيء، حتى بدلونا لاجكسيو، واحد المدينه سميتها اجكسيو تما. ايوا عاد سكننا بالحق دار مزيانه، الماء ما فيهاش، كانت واحد الكرسيكا هي اللي تجيب لنا الماء وتتسخر وتجيب لنا اللي خصنا. ومعه هو مسكين الله يرحمه تيمشي للدار، تيمشي بالعسه ويجيب العسه.
هذا هو. تا جلسنا تما مع عامين عادنا علمو باش رجعنا. في سنة 1946 بدأت بوادر الانفراج تلوح في الأفق. سلطات الحماية شرعت في إطلاق سراح المعتقلين وأعطي الضوء الأخضر لعودة المنفيين. غادر أحمد بلفريج منفاه في كورسيكا ليواصل العمل بجانب إخوانه في الحركة الوطنية. الجماهير استقبلت عودة بلفريج بحفاوة نادرة ورددت ملء جوارحها هذه البشرى وهذا المنتظر، تلك للسمع وهذا للنظر. علي برجاش وكب انطلاقة جريدة العلم منذ تأسيسها سنة 1946، وكان من بين الذين استقبلوا بلفريج لدى عودته من المنفى. وكان يعرف أن الصحافة واجهة للنضال والتعبئة. أنشأ جريدة العلم إيمانا منه بمفعول الكلمة. هنا كان المخاض وكانت الولادة فكانت العلم. اللجنة التنفيذية للحزب الوقت في الظروف اللي بغات تغتنم الفرصة ديال السياسة الجديدة بالنسبة للسلطات الفرنسية، قالوا لازم نأسسوا جريدة. الحاج حمد بلفريج كان من رأيه أنها تؤسس تكون جريدة يومية مش أسبوعية ولا ظرفية، ولكن بقية الإخوان كانوا متخوفين عدم يعني واش في استطاعات الإنسان حسب الظروف حسب الإمكانيات حسب الأطور واش في استطاعة الإنسان يعمل تكون جريدة يومية. ولكن الحاج حمد بلفريج بإصراره قنعهم باش تكون جريدة يومية على أساس أنه هو يتحمل مسؤوليتها، وتحمل مسؤوليتها بالفعل. وكنا دائما يعني في هذيك الفترة ديال سبتمبر 46 اللي تنشأت فيه الجريدة، وكان واحد الأطور يعني محصورة، عدد الناس محصورين، منهم السي عبد العزيز بن عبد الله، منهم السي كان المدير ديالها هو السي عبد الجليل القباش، والسي محمد بن الراضي، والسي حمد زياد، والسي احمد بن عبد الله في ذاك الوقت في القسم الرياضي، بحيث كانت واحد الخليه نشيطه لاقصى درجه ساهت تسهر ليله نهار باش تكون يعني باش لربح الرهان. وسط بحر متلاطم الامواج رفعت جريده العلم رهان التحدي. فرغم الامكانيات المحدوده والوسائل التقنية المتواضعة، ارتبطت العالم بقضايا المغرب المصيرية وأطلعت المواطن على ما كان يعتمد من أحداث في مواقع مختلفة من العالم. إن أولياء الله. سنة 1947 دشن جلالة المغفور له محمد الخامس منعطفا حاسما تجلى في زيارة مدينة طنجة. الحدث كان جوابا دامغا وردا لا مراء فيه على مخططات الاستعمار التي سعت الى فصل الملك عن مجرى النضال الوطني والانتماء القومي. كانت مدينه طنجه بالنسبه لاحمد بلفريج عباره عن منتجع يستقر فيه للتامل في اتجاهات الاحداث وتحديد الوسائل الكفيله بتطويق الاستعمار. بشارع الامير مولاي عبد الله حاليا وبالقرب من ليسيرينيو اكترى له رفاقه مسكنا سرعان ما تحول الى منتدى للوطنيين. تحريك قضيه المغرب وكسب التأييد لها تطلب من احمد بلفريج القيام برحلات قادته الى العديد من الدول الاوروبيه. وكانت مدينه طنجه في غالب الاحيان هي نقطه الانطلاق والعوده. سنة 1952 تمكن أحمد بلفريج من تسجيل القضية المغربية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة. يوم 20 غشت 1953 أقدم سلطات الحماية على نفي الملك الشرعي للبلاد. عملية النفي دفعت الحركة الوطنية المدعومة بالشعب المغربي إلى التظاهر والاحتجاج ضد هذه المؤامرة. Thank you.
بعد نفي الملك شن أحمد بلفريج حملة دبلوماسية واسعة النطاق لصالح القضية المغربية داخل الأمم المتحدة. 53 بعد نفي محمد الخامس عضوا في الوفد الباكستاني في الأمم المتحدة، حيث أصبح في إمكانه أن يشارك في أعمال مجلس الأمن، تلك الجلسة الخاصة بنفي محمد الخامس. واتصل برئاسة الجمهورية ومنحوه جنسية باكستانيا وجوازا دبلوماسيا باكستانيا وعضوية في الوفد الباكستاني. وقع حادث مشهور، وأن مندوب فرنسا مسيو بينو وجد أحمد بلافريج في دائرة أعضاء مجلس الأمن، وطلب من الأمين العام أن يخرج هذا الغريب أو أن يجلس في مكان الصحافة ومكان الزوار. ولشد ما كانت دهشته حينما وقف السيد حمداني مندوب باكستان وأعلن أن هذا الشخص أولا باكستاني جنسية ويحمل الجواز السفر الباكستاني وعضو في الوفد رسمي ومسجل في الأمم المتحدة. واحتج موبينو واحتجت الحكومة الفرنسية، ولكن الأمر كان قد انقضى. وأخذ يشرف على العمل الوطني من ما بين نيويورك وجنيف، لأن باريس كانت محرمة عليه في تلك الفترة. ومن جنيف كان كأمين عام لحزب الاستقلال يسير المفاوضات التي كانت تجري ما بين وفد الحزب في باريس والسلطات الفرنسية، الرامية إلى التعجيل بإيجاد حل لمشكلة العرش. من دبلوماسي لحركة تحرر تطالب باستقلال المغرب، تحول المرحوم أحمد بلافريج برصيد علاقاته إلى واحد من مؤسسي دبلوماسية الدولة الوطنية. كان بلافريج هو أول وزير خارجية للمغرب، حيث تأسست الوزارة على يده وطبعها بطبعه. كان في نفس الوقت من أقدر الناس على تسيير الناس، وكان يتعاون معنا في كل عمل. كنا هناك نصدر هذه المجلة الشهرية في السنوات الأخيرة، فري موروكو أي المغرب الحر، وكنا نصدر نشرة أسبوعية موروكان نيوز بوليتين، وكان بلافريج طبعا يشرف معنا على هذا ويعطينا التوجيهات لما سيكتب وما سينشر في هذه الأحداث. ثم بلافريج كان يستكتب أناسا يتعاطفون مع المغرب، أمثال روملاندو وبن ريفلين وغيرهما، ليس الوحيدين ولكن هذان كتبا كثيرا كتيبات كنا نطبعها على حساب المكتب ونوزعها. توجت المعارك الضارية والحملات الدبلوماسية لرجال الحركة الوطنية وجيش التحرير بانفراط عقد الحماية وعودة المغفور له محمد الخامس إلى عرشه. حصول المغرب على استقلاله وفي إطار تشكيل أول حكومة ائتلافية، عين أحمد بلفريج أول وزير للخارجية. باعتباره وزيرا للخارجية أدرك أحمد بلفريج أن أمامه ملفات بحاجة إلى الإنجاز، فهناك مسألة استكمال الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وهناك أيضا قضايا حيوية
ترتبط بإقامة علاقات متعددة المستويات مع الدول والمنظمات العالمية. عندما نذكر الحاج أحمد بنفرج في الميدان الخارجي نذكره كمعلمة من المعالم التي كانت تشعر جيدا بما قدمه هذا المغرب للمجموعة الدولية، وكنا نحن نشعر ونحن نمارس العمل معه كنا نشعر بأنه كان يريد أن يرجع أو أن يسترجع تلك الأمجاد الماضية وأن يربط صلة بين الماضي وبين الحاضر. فلذلك كما قلت في البداية الوجه اللامع للدبلوماسية المغربية الذي يتمثل في الحاج أحمد بنفرج شيء لا مناقشة فيه، وقد شهد له بهذا كل الذين خبروه سواء في الميدان الدبلوماسي أو خبروه قبل أن يصبح وزير الخارجية. أنتم تعلمون أنه كان هو لسان كان في صدر الألسنة التي تتحدث عن المغرب بنى الكفاح الوطني، ويكفي أن نعلم أنه من رجال القلائل الذين كانوا يعرفون كيف يختارون الوقت المناسب للقرار المناسب. محمد بن سعيد كان مسؤولا في جيش التحرير بالجنوب ما بين 1956 و60، كما كان من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. عاش ملابسات الانشقاق وواكب ظروفه السياسية. الانفصال اللي كان بين الناس كان عنده بعض الأسباب موضوعية وكان أسباب ذاتية كذلك التي يمكن نستفدين فيها خصوم ديال الديمقراطية، لأن الحركة الوطنية من اللي شقت على كل ولات تتاكل في بعضها. هذا طبيعة الحال. الحاج أحمد بنفرج ما بارز شيء في هذه الواجهة، بارز هو كل ما كان عنده رغبة في وحدة الحزب، ولكن ما دخل شيء في الصراع اللي كان في هذيك الفترة بشكل علني ولا بشكل واضح. على كل حكومة بنفرج وجدت واحد الوضعية أخرى داخلة في البلاد، وجدت واحد العدد ديال التحرشات اللي على كل تعملت لهذا الهدف باش تضرب قضية الاستقلال. حدث في الريف، حدث في تازة، حدث في القميسات، وهذا الشيء تتشاف، ولكن ما كانش رد الفعل ديال الحاكمين بشكل جدي في هذيك الفترة. وانا فاش طلع عبد الرحيم بوعبيد قدم استقالته، لان عبد الرحيم من العناصر اللي دائما تحافظ على العمل وحده، وكذلك بنفرج كان عنده وجهة نظر الحفاظ على وحدة الحزب. جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فالإنسان عندما يتحدث ربما يقيس شي حد، ربما يأذي شي حد، فمن مزاياه رحمة الله عليه ومن خلاله أنه رجل مسالمة ورجل يعني يفضل هذا الجانب من صفته، لو أنه جانب متعب، لأنه لا يوجد جانب متعب أكثر من أن يتحمل الإنسان الصمت في الوقت الذي يريد أن يتكلم فيه. ولكن الحاج أحمد بنفرج بما عود عليه من تربية هادئة رصينة ومن مبدأ كان يعتنقه، وهو مبدأ تجاوز الأحداث الظرفية. بعد وفاة المغفور له محمد الخامس، عين جلالة الملك الحسن الثاني أحمد بنفرج وزيراً للخارجية ما بين 1961 و63. وعلى امتداد هذه الفترة قام أحمد بنفرج بنشاط مكثف للدفاع عن المغرب في المحافل الدولية وتمتين أواصر الصداقة والتعاون مع شعوب العالم، ناهيك عن ترسيخ التوجه المغربي والعربي والأفريقي للمغرب. كما عينه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ممثلا شخصيا لجلالته منذ 1963 وإلى غاية سنة 1972. كمن كان يصارع الوهم حول الفكرة إلى حقيقة ملموسة، كان يعرف كيف ينظر بعيدا حتى في أشد اللحظات صعوبة،
وكان يردد: أقبل بقوة على عملك مهما كان طويلا وشاقا، وسر في الطريق الذي دعتك إليه الظروف، وبعد ذلك اصنع مثلي، تألم ومت دون أن تتكلم.